نعم، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية بأن خلايا تنظيم داعش سلموا أنفسهم على دفعتين. الدفعة الأولى كانت قبل ساعتين بحوالي 250 من عناصر تنظيم داعش، بينما الدفعة الثانية تم خلايا تنظيم داعش سلموا أنفسهم حوالي 100، ليكون العدد الإجمالي للذين سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية إلى 600 حسب قيادات سوريا الديمقراطية. أنا الآن أمام سجن الصناعة، يشهد حي الصناعة ومحيط سجن طيران هدوءا نسبيا. تحاول قوات سوريا الديمقراطية إتاحة الفرصة لخلايا تنظيم داعش تسليم أنفسهم، ومن جهة أخرى لا تستطيع قوات سوريا الديمقراطية الاقتحام بشكل مباشر، لأن هناك عدد كبير من الأسرى لقوات سوريا الديمقراطية، وأيضا يوجد هناك أشبال الخلافة الذين لا يتجاوز أعمارهم 16. بشكل عام الهدوء هو سيد الموقف هنا، والحذر والترقب أيضا هما موجودان هنا أمام سجن الصناعة. إذن سنبقى على اطلاع منك عن تطورات المشهد من الحسكة بالقرب من سجن غويران. مراسلنا هجار السيد، شكرا هجار.